شكرا على الفرصة أخي محمد، وشكرا لفريق العمل في قناة أرقام. مثل ما تفضلت في السؤال، طبعا الجائحة كان لها أثر كبير على قطاع السياحة والضيافة، وكانت السياحة والضيافة الأكثر تأثيرا في من القطاعات الأخرى في العالم. الجائحة طبعا سببت في خسائر كبيرة، ومنها خسائر الوظائف، غير طبعا الخسائر المادية والاجتماعية في حول العالم وفي المنطقة وفي المملكة العربية السعودية. الجائحة اللي شفناها كانت صعبة جدا طبعا على الضيوف، وكانت صعبة على زملائنا في الفنادق، وبعض التحديات كانت توفير الغرف أو عدد الغرف مناسبة للطلب اللي كان تتطلبه المملكة أو الحكومة لبعض الإخوان أو السعوديين اللي ردوا إلى بيوتهم أو ديارهم من السفر. وطبعا هذا اللي كان من أكبر الجهود اللي قامت فيه وزارة الصحة مع وزارة السياحة في المملكة، ولكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى تخطينا هذه التحديات، وتعاوننا مع وزارة الصحة ووزارة السياحة لتأمين تجربة أفضل للسياح وسكان الفنادق وزملائنا من خلال برامج وبرنامج خاص لنا نحن مجموعة فنادق انتركونتيننتال يتعلق بالنظافة والسلامة. برنامجنا الخاص اللي هو يطلق عليه اسم ISJ Way of Clean، برنامج عالمي انتشر في جميع فنادقنا عبر حملات تدريبية وشراكات مع أهم الشركات اللي تتعلق بأدوية النظافة والسلامة. جهود وزارة السياحة وهيئة السياحة السعودية التي كانت في طبعا عندك الحملة الترويجية اللي كانت في الصيف الماضي اللي هو تنفس، وبعدها كان في الشتاء حولك، وهذا الصيف كان صيفك على جونا، كان طبعا من أهم الحملات الترويجية اللي أطلقت هيئة السياحة السعودية، اللي ساهمت طبعا في ترويج مناطق لم تكتشف من قبل في المملكة حتى من السعوديين نفسهم. أتكلم على طبعا بحر أملج، وأتكلم على وادي الديسة، وأتكلم على رجال ألمع، غير المناطق اللي هي معروفة اليوم والمدن الرئيسية. هذا طبعا احنا كشركة او مجموعة فنادق انتركونتيننتال عندنا الحمد لله تواجد حول المملكة من تبوك الى ينبع الى الرياض وجدة، وطبعا في حفر الباطن وابها والطائف. هذا التواجد تواجد له تاريخ قديم، وعندنا طبعا تجربة احنا معروفة في السعودية، مما ساعدنا ان نكون من احد المساهمين اللي تعاونوا مع الإخوان في وزارة السياحة وفي هيئة السياحة السعودية. ومع ذلك طبعا هذه الحملات الترويجية ساهمت في دعم السياحة الداخلية أولا، والتي ساعدت على ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق إلى ما فوق 65% في المدن الرئيسية، نتكلم عن الرياض وجدة والشرقية أو المنطقة الشرقية. الجهود الجبارة اللي قامت فيها الهيئة السياحية السعودية ساهمت أولاً طبعاً في السياحة الداخلية مثل ما ذكرت، ولكن طبعاً مع افتتاح المنافذ للدول العالمية اليوم بدأنا نشاهد سياح من خارج المملكة أو خارج الدولة، مش بس فقط من الإقليم ولكن من الدول العالمية ومنها أوروبا وأمريكا مثلاً. محمد، مثل ما ذكرت لك مجموعة فنادق انتركونتيننتال يعود تاريخها في المملكة إلى سنة 1975
قيد افتتاح أول فندق 5 نجوم في المملكة اللي هو فندق انتركونتيننتال الرياض، وتبعه بعد ذلك فندق انتركونتيننتال الطائف سنة 1976. فتاريخنا يعود إلى حوالي 46 سنة، وتواجدنا في المملكة يعتبر من الأكبر الشركات المشغلة في المملكة اليوم بعدد 37 فندق وأكثر عن 18 ألف غرفة فندقية. تواجدنا في مكة ومدينة في فندق انتركونتيننتال دار التوحيد، وفي المدينة في دار الإيمان ودار الهجرة ودار التقوى، من أهم وأبرز الوجود لأي فنادق في المملكة، بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا بفضل دعم الدولة وقيادتها الرشيدة استطعنا على أن ننمي علاماتنا التجارية حول المملكة. رؤية سيدي سمو الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه، والتي كثفت جهود وتسليط الضوء على السياحة في المملكة، ساعدت القطاع بشكل قوي، وجهود وزارة السياحة ووزير السياحة معالي أحمد الخطيب والإخوان في هيئة السياحة السعودية اليوم، وحتى هيئة الفعاليات وهيئة الرياضة، تعاونهم وتوحد الجهود مع بعضهم، هذا ساعد طبعا على إن شاء الله أن تكون الرؤية موحدة، وأن يقوم تكون المملكة من أبرز الوجهات السياحية حول العالم. لا ننسى أن المملكة تعتبر يعني شبه قارة، هي الدولة 12 أكبر في العالم، وتنوع التضاريس الطبيعية اللي موجودة في المملكة وتنوع السياحة فيها من أجمل المناطق اللي شفناها نحن وشاهدناها في المنطقة. الرؤية والقيادة الرشيدة اليوم وتوجهها لدعم السياحة ساعدنا على أن نكون نحن لنا الشريحة الأكبر أو النصيب الأكبر من أولاً ارتفاع في نسب الإشغال في الفنادق الحالية اليوم، ومردود في الإيرادات للملاك بشكل أفضل ومرن، وطبعاً النمو أو استراتيجية النمو لمجموعة فنادق انتركونتيننتال في المملكة، وخاصة أن رؤية واستراتيجية السياحة اللي هي كانت في جذب الاستثمار الخارجي وفي المملكة نفسها لتطوير طبعا البرامج وتطوير المنتجات في نيوم وفي البحر الأحمر، وهذا طبعا ساعدنا أن نكون من الأوائل لتوقيع اتفاقيات مع هذه المناطق التطويرية لجذب علاماتنا التجارية الجديدة إلى المملكة. ومن بعض العلامات الجديدة غير الانتركونتيننتال طبعا إن شاء الله في عندك الكيمبتون، وعندك الريجنت اللي هو يعتبر من الفئة الفاخرة، وعندك السكس سنسز، هذه الفنادق إن شاء الله مع بالإضافة إلى فندق إنديغو أو هوتيل إنديغو الذي إن شاء الله سنرى وجودها حول المملكة في السنوات القريبة. نعم، سيكون لنا تواجد في نيوم والبحر الأحمر وفي الدرعية إن شاء الله، وفي زيادة عدد الغرف في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، ولكن تركيزنا بعد الأكبر سيكون حسب استراتيجية السياحة وتسليط الضوء على المناطق النائية التي اليوم هي في حاجة إلى غرف فندقية زيادة عن الموجودة اليوم، مثل الطائف ومثل أملج ومثل طبعا القصيم وحائل والأبها والباحة، هذه من المدن اللي ستقوم وزارة السياحة وهيئة السياحة بترويجها بشكل أفضل، وفي تركيز على البنية التحتية والبنية التحتية السياحية، ومنها طبعا زيادة في الغرف الفندقية التي تحتاجها هذه المناطق بشكل. Thank you.
طبعا كأي شركة واجهنا صعوبات كثيرة، ولكن كان اهتمامنا الأفضل هو الحفاظ على أمن وسلامة الزملاء أولا والضيوف ثانيا، وتعاوننا مثل ما تفضلنا مثل ما تفضلت أولا على موضوع التعاون اللي تم مع وزارة السياحة ووزارة الصحة، ساعدنا على أن يكون أدائنا مستمر، ولم نغلق أي فنادق في المملكة ولم يتم إغلاق أي فندق في المملكة. طبعا أجبرنا على تخفيف التكاليف، ولكن ساعدتنا الحكومة في الباقات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة، منها التوفير في أو التوفير في فواتير الطاقة مثل الكهرباء والماء، ومنها تسهيل أمور الدفعات للقروض ودفعات مرنة وإعفاء من بعض الضرائب التي أمنتها الحكومة في المملكة لهذا القطاع. هذا ساعدنا على أولا توفير بعض التكاليف ورفع أداء الفنادق، خاصة بعد ما افتتحت المنافذ داخل المملكة للسياحة الداخلية. مثل ما ذكرت لك، احنا اليوم لدينا حوالي اكثر من 20 فندق، 23 فندق قيد الانشاء حول المملكه، واحنا على مناقشات عميقه اليوم في عدد اكبر من الفنادق حول المملكه بالتعاون مع صندوق النقد السياحي اليوم ومع الاخوان في وزاره السياحه. اهتمامنا مثل ما ذكرت لك هو في المناطق النائية والمناطق الريفية التي عليها طلب حول أو على مدار السنة بسبب الطبيعة وبسبب أن برودة الطقس في هذه المناطق خاصة في الصيف. سنرى إن شاء الله بعض علاماتنا التجارية مثل ما ذكرنا، الكيمتون والريجنت والإنتركونتيننتال وكراون بلازا وال فوكو الجديد في مواقع جديدة حول المملكة بإذن الله، في اهتمام كبير من المستثمرين السعوديين والمستثمرين من خارج الدولة، زائد الاهتمام اللي ذكرته من ناحية الحكومة وصندوق الدعم النقدي للسياحة. حول منطقة الخليج، في الإمارات ما زالت هناك فرص للتطور وما زال هناك اهتمام في هذا القطاع وفي تطوير الاستثمار فيه. سنة 2020 مع أن كنا في الجائحة وكان الاقتصاد صعب جدا، ولكن الاستثمار لم يتوقف. افتتحت الشركة خلال سنة 2020 أكثر من 300 فندق أو حوالي فندق يوميا حول العالم، ووقعت الشركة حول العالم حوالي 280 فندق، زيادة على 6000 فندق اللي هم الآن قيد أو عفوا اللي هم شغالين الآن حول العالم. اهتمامنا اليوم بعد توجه إلى جمهورية مصر العربية، حيث أن بعد وجدنا فرص للتطوير في الجمهورية في دولة مصر، خاصة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وفي بعض المناطق في المدن الجديدة في القاهرة. طبعا التنوع في السياح من الدول المصدرة للسياح حول العالم هذا مهم جدا لأي وجهة سياحية، واليوم الجهود التي قامت فيها هيئة السياحة السعودية بافتتاح مكاتب تمثيلية حول العالم في المناطق أو في الدول الموردة الأكبر للسياح مثل الصين ومثل دول أوروبا وشرق أوروبا وحتى أمريكا، بإذن الله سيساعد على أن تكون للمملكة الشريحة الأكبر من عدد السياح إلى المنطقة. نحن طبعا شاهدنا اليوم مثل ما ذكرت لك إقبال جديد من دول أجنبية، منها بريطانيا ومنها طبعا أمريكا وحتى منها اليابان
التي نرى منها مجموعات صغيرة في العدد اليوم، ولكن على أمل أن هذه المجموعات تزداد مع افتتاح المنافذ حول العالم. المبادرات الترويجية اليوم اللي نشوفها من الحكومة ومن هيئة السياحة السعودية نراها حول جميع مناطق العالم، ومنها حتى الآن مكاتبنا نحن اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، نرى في الشوارع الإعلانات ونرى في المولات الإعلانات للتصيير في المملكة العربية السعودية وفي مناطق ريفية جذابة جدا وجميلة جدا. ساعدنا طبعا هذا على تشكيل والتنويع في نوع الضيوف وزيادة عدد نسبة عفوا نسبة الإشغال في الفنادق مثل ما ذكرت لك الآن اللي هي أكثر عن 65%. الشركاء لنا طبعا هم اولا مثل ما ذكرت لك وزارة السياحة وهيئة السياحة السعودية وهيئة الترفيه وهيئة الرياضة الذين يقومون في دعم القطاع ودعم السياحة في طرح فعاليات حول المملكة. هذا يساعدنا على جذب واستقطاب السياح من خارج المملكة ومن داخل المملكة، زيادة على منظمي الرحلات اللي نحن اليوم شفنا جهود جبارة جديدة من شركات صغيرة، ولكن سبحان الله هذه الشركات الصغيرة كان لها جهود جبارة في أن تبرز معالم المملكة في حملات ترويجية بسيطة، ولكن ساعدت على أن تزيد التوعية والترسيخ مكانة المملكة حول العالم كوجهة سياحية جديدة تبرز للسائح التنوع اليوم اللي نشوفه، ليس فقط التنوع الطبيعي ولكن التنوع المناخي والتنوع في الصحراء والبحر والجبال اللي نشوفها نحن حول المملكة. كما نرى اليوم الحجوزات والطلب لفنادقنا في المملكة، نرى هناك عدد يزيد يوم عن يوم، خاصة في الربع الآخر من السنة على حوالي شهر 11 و12، حيث أن طبعا المناخ أو الأجواء تكون ممتازة، وهناك العديد من الفعاليات في المملكة في جدة والرياض اللي هي إن شاء الله ستساعد وتساهم على جذب عدد أكبر من السياح من المنطقة ومن الدول الخارجية إن شاء الله.